قدس العالمين تجبحت لا لها بمرومين تجبحت لا لها بمرومين تجبحت لا لها بمرومين على رعش لما صورة ولونين شا بخل عدان العالمين قونا يا ربنا وإلهنا بحنانك نحن الضعفاء لنحتفل بهذه الأسرار المقدسة التي وهبتها لتجديد وخلاص طبيعتنا الفقيرة برحمة ابنك الحبيب يا رب الكل إلى الأبد أودي لأخبعي تارب هللويا 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 إيه هللويا صلي الشام عما ذنب متحل تدرب ثاخ وثرونوس مع اليد له ثاخ خرسيا ذي رادي قراخ قاثدرين شوي حد مارو ثاخ أي كاد خروم شمشانيك مهلي نمي نائث وسرابم قد شانيم شبحانيكم قد شين لا شلوائث بركينا نبذح لا وسغدينا نبرع لا
مودينا ومشبحينا لا شلوى خل عدا ما ردخول آوى وورو روح اذقد شال علمين يا ربنا وإلهنا إذا ما فاح عطر محبتك الزكي واستنارت نفوسنا بمعرفة حقيقتك نكون أهلا لاستقبال تجلي ابنك الحبيب من السماء فنرفع إليك الشكر والتسبيح بلا انقطاع في كنيستك المكللة المليئة عوناً وخيراً فأنت الرب وخالق الكل إلى الأبد تمار شاري رئيس من أحمانة بورين واتو بارو قطا والنوشاثا ومن أطران أمينة حيين والأخمار حياوينا حياوينا نودي ونزقوز ونشباح بكل عدة المارة تقول العلمين آمين
هارم قلق نشبح كل عما لا لا حيا ودي شاهد ودي شاهد ودي شاهد ما يوثق بفراح علي شو حال ولو راوى الروح بقدشا ودي أيها القدوس المجيد والقوي اللامائت الذي يسر بالسكنى في القديسين، نتضرع إليك أن تلتفت إلينا وتشفق علينا وترحمنا كعادتك كل حين يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. انصتوا إلى قراءة من نبوءة إشعيا بارخ مار. وعاد الرب فقال لآحاز: ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، والساكنون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. كثرت الأمة ووفرت لها الفرح، فرحوا أمامك لأنه قد ولد لنا ولد وابنا أعطينا. فصارت رئاسته على كتفيه، ودعي اسمه عجيبا مشيرا، إلها جبار العالمين، رئيس السلام. لإنماء رئاسته ولسلامه ليس انتهاء، على عرش داود وعلى مملكته، ليثبتها ويوطدها بالعدل والبر من الآن إلى الأبد. بارخ مار. جورا جبارا الثيل ذبا واثقنا، جورا جبارا الثيل ذبا أثقنا لمولا ذي دمشي حان يقر بزري هللويا هللويا إيه هللويا.
ربنا وإلهنا، أنر عقولنا لسماع وصاياك الإلهية المحية وفهمها، وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لخير نفوسنا وأجسادنا، فنرفع لك المجد بلا انقطاع يا رب الكل، الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. من رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية يقول: يا إخوة، بارك ما يقول أيها الإخوة، لأنكم جميعكم أبناء الله بإيمان يسوع المسيح، لأنكم أنتم الذين اعتمدتم في المسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا أممي، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعكم واحد في يسوع المسيح، فإذا كنتم للمسيح فأنتم إذن ذرية إبراهيم ورثة بحسب الموعد. وأقول إن الوارث ما دام صبيا فلا فرق بينه وبين العبد مع كونه سيد الجميع، لكنه تحت أيدي الأوصياء والوكلاء إلى الوقت الذي أجله أبوه، وهكذا نحن حين كنا صبيانا كنا متعبدين تحت أركان العالم، فلما بلغ ملء الزمان أرسل الله ابنه فصار من امرأة وصار تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس وننالوا نحن ذخيرة البنين. وبما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم الداعية أبا يا أبانا، والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. Oh.
شلاما عمخون إيوانجاليون قديش أدماراني شو عمشي حاف كاروزوثا أدلوقا حدث في تلك الأيام أنه صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب شعب مملكتي كلهم، وهذا الاكتتاب الأول صار في ولاية قورينيوس بسوريا، وكان كل واحد يمضي ليكتتب في مدينته، وكان يوسف أيضا قد صعد من الناصرة مدينة الجليل إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لأنه كان من بيت داود ومن عشيرته، مع مريم خطيبته وهي حبلى ليكتتبا هناك. وبينما كانا هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر فلفته بالقمط وأضجعته في مذود لأنه لم يكن لهما موضع حيث نزلا. وكان هناك في الكورة التي نزلا رعاة يحرسون حراسة الليل من أجل مراعيهم، وإذا بملاك الله جاء إليهم ومجد الرب أشرق عليهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فأنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون للعالم كله، لأنه قد ولد لكم اليوم مخلص وهو الرب المسيح في مدينة داود. وهذه لكم علامة: إنكم تجدون طفلا ملفوفا بالقمط موضوعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جنود كثيرون سماويون يسبحون الله ويقولون: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام،
والرجاء الصالح لبني البشر. وحدث أنه لما انطلق الملائكة من عندهم إلى السماء كلم الرعاة بعضهم بعضاً قائلين: لنمضي إلى بيت لحم وننظر هذا الكلام الذي كان كما أعلمنا به الرب. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل موضوعاً في المذوات، فلما رأوا وأخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن الصبي، فكل الذين سمعوا تعجبوا مما تكلم به الرعاة معهم. وكانت مريم تحفظ هذا الكلام كله وتتفكر به في قلبها. ورجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما عاينوا وسمعوا كما قيل له. والمجد لله دائما. اجتمعنا في هذه الليلة المباركة والمميزة لنحتفل بعيد الميلاد. فما هو سر الميلاد؟ ما هو سر المولود؟ سر الميلاد هو إن الله أظهر طيبته ورحمته للإنسان ودبر له مشروعاً لخلاصه وحققه بابنه يسوع المسيح الذي ولد من مريم البتول في بيت لحم. فالله منذ أن خلق الإنسان آدم أراده أن يكون مرآة للمحبة والخير، لكن الإنسان ابتعد عن الله برفضه المحبة فعاش في الخطيئة، في الكبرياء والبغض والأنانية والظلم والقتل. كل هذه الأمور جعلت الإنسان وجعلتنا نحن اليوم نعيش في ليل الخطيئة وظلامها المخيف، دون علامة أو دليل أو نور يضيء لنا الطريق كي لا نسقط. ربنا يتدخل في هذا الليل، في ليل الخطيئة وظلامها، ويشع علينا بنوره كما سمعنا قبل قليل من القراءة الأولى من سفر إشعيا النبي: الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً. وفي هذا الليل نسمعه يقول لنا كما قال للرعاة في الإنجيل الذي سمعناه: لا تخافوا، إني أبشركم بفرح عظيم قد ولد لكم اليوم مخلص. مخلص يخلصنا من الظلام وينور لنا الطريق كي نسلك بالنور. مخلص يخلصنا من خطايانا، أي من أنانيتنا، من انقسامنا على ذاتنا وازدواجيتنا، ومن لا مبالاتنا. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى ولادة جديدة، إلى آدم جديد يجدد إنسانيتنا ويذكرنا بأن الله قريب منا ولن يتركنا. ولكي تحدث هذه الولادة في حياتنا نحن بحاجة إلى أن نؤمن، والإيمان يتطلب منا أن نكون كالرعاة بتواضعهم وبساطتهم وبقوة إصغائهم إلى صوت الملاك. صوت الملاك أي
صوت الله، وباندهاشهم بالعلامات والحوادث التي قد تكون بسيطة جداً إلى درجة أننا نهملها في بعض الأحيان. والعلامة التي أعطاها الملاك للرعاة كانت طفلاً مقمطاً مضجعاً في مذود. أخواتي إخوتي الأحبة، لا يكفي أن نحتفل بهذه الليلة بعيد ميلاد يسوع المسيح كشيء عابر وانتهى الأمر، إنما علينا أن نحقق هذه الولادة في حياتنا اليوم، وهذا يحدث عندما نغير نظرتنا إلى الناس وإلى العالم، بحيث لا نعود نراهما بعيوننا الضيقة وإنما بعيون الله، أي أن الميلاد يغيرنا ويجعل منا أناس إنسانيين يحترمون ويحبون ويساعدون بعضهم بعضاً، ولديهم ثقة كبيرة بالله بأنه معهم ولن يتركهم. العمانوئيل، الله معنا. من بعض علامات تحقيق ولادة المسيح اليوم في قلوبنا وحياتنا، أولاً هو قبولنا عيش الحياة مهما كانت قاسية. ثانياً محبتنا للمكان الذي نعيش فيه، ومحبتنا للإنسان الذي نلتقيه، ومد يد العون له، وخصوصاً المسكين والفقير والمهمش مهما كان شكله أو جنسه أو معتقده. ثالثاً مواجهتنا الخوف والقلق، ورفضنا لكل أنواع الاستغلال والظلم. إن عملنا حقيقةً بهذا، عندها يكون المسيح قد ولد في قلوبنا، وحينها سيتمجد الله في العلا، وسوف نحقق السلام على الأرض، أرض قلوبنا، أرض عالمنا، أرض مجتمعنا، وسوف نعطي الفرح والمسرة لكل الناس. أعياداً مباركة أتمناها لكم أيها الأحباء، أعياداً ملؤها الحب والخير والمصالحة لنا ولعوائلنا، والسلام والاستقرار لوطننا الحبيب العراق، ورحمة لأرواح شهدائنا الأبرار. أعياداً مباركة لبلدنا العزيز الأردن، البلد الذي فتح أبوابه أمامنا، وعلى أرضه نحتفل سنوياً بأعيادنا. الأردن بلد الأمان والسلام والعيش المشترك تحت راية قائده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله. أود باسم الجميع أن أقدم شكري وتقديري لأخينا سعادة سفير جمهورية العراق بلدنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور حيدر العذاري، جزيل الاحترام لحضوره ومشاركته وتهنئته لنا، مع الأفاضل الأستاذ الدكتور محمد البلداوي من الجالية العراقية وممثل مكتب سماحة عمار الحكيم، وقدموا لنا هذه باقات الورود اللي موضوعة عند المذبح. شكرنا الجزيل وامتناننا الكبير لمطرانية الروم الكاثوليك بشخص سيادة المطران جوزيف جبارة راعي الأبرشية، وحضرة الأب الأرشمندريت بسام شحاتيت المحترم لتعاونهم الدائم مع رعيتنا وفتحهم أبواب هذه الكنيسة أمامنا. شكر وامتنان لأمانة عمان الكبرى بشخص أمينها معالي الدكتور يوسف الشواربة الجزيل الاحترام لتكرمهم بتقديم شجرة الميلاد لرعيتنا الكلدانية. جزيل الشكر لقناة نورسات الفضائية ومكتبها في الأردن بشخص الدكتورة باسمة السمعان، وتحية لكادرها على محبتهم ومرافقتهم لنا بكل احتفالاتنا طوال السنة. أقدم أيضاً شكري الجزيل لكافة القنوات الموجودة معنا. وأخيراً تحية شكر واحترام ودعاء بالخير لكل الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها الساهرة لأجل أمننا،
لهم منا كل المحبة، ونحييهم بتصفيق حار وكبير. كل عام وأنتم بألف خير. ولد المسيح هويل مارن. لنرفع صلاتنا إلى الرب بثقة قائلين: استجب يا رب. يا رب، من أجل أن يكون هذا الميلاد والسنة الجديدة مناسبة فرح وتجدد لكل الناس، وأن ينعم الجميع بالخير والبركات، نطلب منك استجب. يا رب، من أجل الكنيسة إكليروسان ومؤمنين، كي تكون شاهدة على حضورك بيننا، وأن تكون قادرة على حمل رسالة الإنجيل البشرى السارة إلى أبنائها أجمعين، نطلب منك. يا رب، من أجل بلدنا العزيز الأردن، بلد العيش المشترك، ليبقى بلداً آمناً وسالماً ومستقراً تحت راية قائده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، نطلب منك. يا رب، من أجل عودة السلام والاستقرار لبلدنا العزيز العراق ولكل العالم، فيعيش الناس بسلام وأمان وأخوة وتضامن، نطلب منك. يا رب، من أجل شهدائنا وجميع موتانا، كيما ترحمهم برحمتك الواسعة وتشرق بنورك عليهم، نطلب منك. أجل أيها الرب الإله القدير، إننا نستودع نفوسنا بين يديك، متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موهبتك وتغفر برحمتك وحنانك ذنوب شعبك وخطايا رعيتك الذين اخترتهم يا رب الكل، الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. وامرأة ليولاد أحلام.
شو حال خبرات لا يقظت مريم ديريكا نتقبل قربانا هانا ببي قلياس نتقداش من سادة لا وروحة قدشة نويلا دام مشي حايام شو حالا وولا ورا والرو حد قدشا عالمذبح قدشات نهوي دخرانا دوثلتا مريم امي دالا نمر كل عام آمن وآمن دخران مار توما عالمذبح قدشا عمكيني دان صاح سادي دثك Thank you.
اذكروا في صلواتكم آباءنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارة الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع رؤساء الدول، وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان، ليمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاءً سعيدًا وميراث الحياة في ملكوته السماوي. يا رب لك الشكر على نعمتك الغزيرة التي بها أهلتنا بالرغم من ضعفنا وفقرنا للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه، نسألك أن تعيننا للقيام بهذه الخدمة بمحبة كاملة وإيمان حق، ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود. هاشا وخلزوان والعالم علمين. شلاما عم خون عمنا عمرو. إخوتي، تبادلوا السلام بمحبة المسيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعاً. هاشا وخلزوان والعالم علمين. العيل نهون مدعايكون الوافا على دورها إسحاق إسرائيل ملكا شاعا قربانا لها ماركول مثقارا
ومع الكروبيم القديسين والسرافيم الروحانيين يقدم المؤمنون السجود لعظمتك، وهم يصرخون ويسبحون بغير انقطاع ويتنادون قائلين: ومع هذه القوات السماوية نحمدك ونبارك كلمتك المتجسد الذي هو شبهك وضياؤك وصورة جوهرك الذي لم يعتد مساواته لك اختلاساً، بل أخلى ذاته وصار إنساناً كاملاً من أجل خلاصنا، وترك لنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك. بليليا ودويشت ليم نساو لحمة بيذاو قدي شاثا وارم عينا والواثاخ آلها أوي أحيث كل وودي لأخواري وقصاو يا ولث الميذاو كذا مار ساو أخول مني كل خون هانا وبغر دعا لبيكون مثقصي شو قانا دحطا هي ها خنا من باثر دحشيم نساو بيذا وقدي شاثا كاسا دخيا وودي لخواريخ ويا ولث الميذا وكذا مار ساو اشتاو مني كل خون هانا وديم دثياثي قحذت دا العالم رازد هيمانوثة دحلى بيكون وحلاب
سقيت مثل شيذ شو قناة دحطا هي. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري مهيم كما أوصيتنا يا رب. ها قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء الفقراء للاحتفال بهذا السر العظيم الذي نتذكر فيه النعم العظيمة التي أغدقتها علينا والتي لا توفى، لا سيما تدبيرك الخلاصي فأحييتنا بإلهيتك ورفعتنا غافرا خطايانا، أنرت عقلنا، نصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود. هاشا وخلزوان والعالم علمين. أيها الرب القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه لك عن جميع النعم التي أفضتها على الطوباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. تقبل يا رب هذا القربان الذي نقربه لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، وخصوصاً لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما، مار لويس الباتريارك، وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. تقبله يا رب لأجل شفاء جميع المرضى والمتألمين. امنح إخوتنا المتوفين على رجاء القيامة السعادة الأبدية. تقبله يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك. لا تعاملنا بحسب خطايانا، بل أهلنا جميعا للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حق إحسانا منك. تقبله يا رب لأجل هذا الوطن وسكانه، هذه المدينة عمان وأهلها. صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات، وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام، وخصوصا السلام لبلدنا العراق. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء الفقراء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، وقد قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك، إننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. نيثيمار روح قديشة، وليأتي يا رب روحك القدوس ويستقر على قرباننا هذا، يباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا، صفحا عن خطايانا، رجاء سعيدا للقيامة من بين الأموات، حياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. وعلى هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك ونمجدك دوما في كنيستك المفتداة بدم مسيحك الكريم.
عطرنا يا ربنا وإلهنا بعطر محبتك الزكي، واغسلنا به من أدران الخطية أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثاً عنا فوجدنا ويفرح باهتدائنا. اغفر لنا برحمتك خطايانا وذنوبنا التي نتذكرها والتي لا نتذكرها. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المقدسة ونحن غير مستحقين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، نكسر بحنانك جسد يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم. بسم الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. يسام دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي. بسم الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. يسام جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر. بسم الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة الروح القدس معنا جميعاً الآن وكل أوان وإلى الأبد. لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق، فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، وبثقة التوبة نندم على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل، ومسامحين إخوتنا على زلاتهم. يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا، ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات. يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا، ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء. يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا. نتناول القربان فنتقدس بالروح القدس. نشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل. لتكن لنا يا رب
هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا. لنصلي السلام معنا. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، وقدسنا بنعمتك لنكون أهلاً للوقوف دوماً أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة التي عطيتها لنا رحمةً ندعوك معاً بثقة قائلين: أوند واشمي يا نثقد. نويصي ويا ناخ دوش ميا برا لحمان سنقانا يومانا حوبين واحطاهين تعالى نسيونا إلا بصان ناخي ملكوثا أجل يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة نطلب إليك مبتهلين. لا يا رب لا يا رب لا تدخلنا في التجربة، لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض. هاشا وخلزوان والعالم علمين. شلاما خون قدش القديش يا إبش الموثى قدس أجسادنا بجسدك المقدس، واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، وطهر أيها المسيح رجاؤنا إلى الأبد.
كلنا نحن الذين بموهبة نعمة الروح القدوس اقتربنا واشتركنا في تناول هذه الأسرار المقدسة المحيية والإلهية لنقم جميعنا سوية ونمجد الله واهبا. سبحانه على موهبته التي لا توصى لنصلي السلام معنا يليق يا رب مدى الأيام يليق يا رب مدى الأيام أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود لأنك أهلتنا يا رب بنعمتك نحن المائتين أن نقدس اسمك مع الروحانيين فنلتذ بعذوبة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية هو يبارك جمعنا. ويلم شملنا ويطهر شعبنا الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية كونوا موسومين بعلامة الصليب الحي ومصنونين من كل أذية خفية وظاهرة هاشا وأخل زوان والعالم علمين قداس مبارك للجميع هو لمارا ولد المسيح